بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الاستوديو، البرنامج اللي ربما توقف فترة لعند ما ترجع كرة القدم، وكان ضروري يرجع بنجم ثقيل، بشخص عزيز على قلوب كل الأردنيين، الكابتن موسى التعمري، لاعب المنتخب الأردني، نجم فريق ليفين البلجيكي، واحد أهم المواهب اللي عرفتها الكرة الأردنية بالفترة الأخيرة. حيكون معنا كمان في الاستضافة الصديق طارق السعدي، الشخص اللي بشكره جدا على تنظيم هذه الاستضافة ووصلنا للكابتن موسى. كابتن موسى أهلا وسهلا فيك. الله يحييك أستاذ محمد. حبيبي كابتن موسى، كثير سعيدين بوجودك، وإحنا أسفين طلعناك من التدريب على الحلقة على طول، فحقك لا علينا. بالعكس، إني الشرف إني بقابلك وبقابل أستاذ طارق. الله يسعدك، شكرا. حبيبي كابتن موسى. كابتن، إحنا حناخد الحوار بشكل أسئلة بسيطة، ممكن يعني نبدأ بتجربتك الأولى اللي خلت كل الأردن تعرفك، وكانت أنت نجم موجود في الدوري الأردني، والجميع كان يتكلم عن موهبتك في الدوري الأردني، وكانت توقعات كثير كبيرة منك من وقتها. بس لما رحت على أبويل حققت نجاحات فردية وجماعية كبيرة جدا. إيه شو بالنسبة لك أهم درس تعلمته خلال هذه النجاحات؟ طبعا أول شيء الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من ربنا بكل شيء. الحمد لله. وأكيد دائما بحب أكتب، واحد من أهم أهدافي وأهم دعائي إنه أنا أكون بالمكان اللي أنا بكون فيه، أكون من أفضل اللاعبين هذا النادي وهاي البلد. فأهم شيء أنا شفته في أبويل إنه فتح لي أبواب، يعني لعبت معهم مرتين يوروبا ليج ومره تشامبيونز ليج، فكانت هاي بالنسبه لي كثير مهمه، كثير كثير كانت مهمه. وعلى المستوى الصعيدي بالدوري عندهم كانت بالنسبه لي مرحله كثير كبيره، انه انا قدمت السنه الاولى قدمت معهم مستوى كثير كويس، اخذنا الدوري الحمد لله، اخذت فيها جائزه افضل لاعب، اخذت فيها عده جوائز، وكان في لي بصمه كبيره بالدوري، لدرجه انه لما جيت بدي أنتقل من النادي الجماهير تضايقت والنادي تضايق وأنا شوي تضايقت. تمام. كابتن موسى، أول شيء أعطيك العافية، وأنا جدا فخور أني قاعد بحكي معك وبحكي مع نجم أردني وفخر الأردن بأوروبا. بدي أحكي لك شغلة، أحد اللقاءات حكيت أنه أنت قبل ما تطلع على قبرص جبت ورقة وكلم وسجلت عليهم أهدافك، حكيت بدي أطلع أحسن لاعب وأطلع الهداف واجي واكتو واخذ الدوري قبل ما تيجي على بلجيكا، هل عملت نفس هالشيء؟ هايهم كاتب يعني احكي لنا اياهم كابتن عشان نحاسبك عليهم بعدين. انت حتحاسبني عليهم ان شاء الله، بس لا انا ان شاء الله راح انفذهم ان شاء الله. هي كتبت يعني كتبت امور مشابهه اللي كتبتها بقدرس. والله شوف، يعني احكي لك الصراحه، هاي هذا الشيء بالنسبه لي بكل حياتي، يعني مش انه انا اذا بدي اطلع مثلا من نادي لنادي بكتب هاي الخطوات، لا، يعني انا عندي اهداف كثيره، يعني الانسان مش بس كله كره 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 كره، اذا بضل كله كره خلص بنجن يبطل عنده عقل، فعنده اهداف لازم يخطط لحياته. مثلا انا اليوم في النادي هاب عم بستفيد من خبرات المدرب، فبحكي مثلا بكره ان شاء الله بس اخلص فوتبول ان شاء الله بعد عمر طويل، في اشياء استفدتها كثير من المدرب، فبحكي يعني أنا ممكن إذا استلمت نادي مثلا في الأردن أو استلمت منتخب في الأردن ممكن أوصله لمرحلة كبيرة من الإشي اللي أنا قاعد بشوفه من الإشي اللي أنا قاعد بستفيد منه. مثلا في فرق صار معي بين أبويل وبين لوفين، بأبويل كنت أتدرب تمرين واحد، أنا هون بطلع من الست المساء بروح على الست المساء، ممنوع أروح من النادي. فأنا بتدرب تمرينين، أنت بتحكي دوري شغال، فدوري شغال وتمرينين كل خلال 3 أيام بالأسبوع اللي هم اثنين وثلاثة وأربعة وخميس، ومباراتك بتكون سبت وأحد، يعني قبل يومين من المباراة بيكون عندك راحة، فهذا إشي يعني إشي كبير، مين بده يستحمل هذا الإشي خلال أسبوع عندك أسبوع، يعني عندك كل أسبوع مباراة قوية. صحيح. طيب كابتن، خلينا قبل عشان نختم مرحلة قبرص وننتقل للمرحلة الأهم إن شاء الله اللي هي بلجيكا. كان في كلام انه بالموسم الاخير مع ابويل شوي الامور ما مشت تمام معك، في اسباب لهذا الشيء؟ يعني اكيد هسه اي لاعب ممكن يطلع وينزل، ينزل ويطلع، فهذا شيء اكيد بمر فيه اي لاعب، اكيد يعني انا تراجعت بسبب الضغوط علي، بسبب التجديد، بكافه الامور تغيرت عندي، الضغط بالملعب بالدكه برضو، يعني احيانا من الجمهور
فانت يعني فاهم، يعني فاهم هاي الامور، يعني هاي الامور برضو بتسبب لك شويه ضغوطات، يعني بتخلي الانسان مشتت شوي. فانا من ناحيتي كلاعب انا صراحه ما كنت مشتت كثير، انا كنت حاب اقدم واعطي، بس هم ما خلوني انا اعطي انا الاشي اللي بدي اياه، عشان انا كنت حاب اطلع من النادي، وانا يعني حاب انا اطلع من النادي وانا في الي بصمه بالنادي، نفس السنه الاولى ونفس السنه الثانيه، بس هم ما اعطوني هذا المجال. يعني تقريبا خلال 3 اشهر قعدت ما يقارب فوق ال 30 35 قاعده بس عشان موضوع التجديد. تشتيت شتتوك برا في التفكير هذا، يعني صرت انزل على الملعب مشتت، بدي هسه بخاف انصاب، مش بس بخاف انصاب، صرت احكي مثلا الكل بيحكي عني متراجع متراجع متراجع، مع ان انا مش متراجع، كان هو بنفس الوقت كان مستوى الفريق متراجع، فلما شافوا انه الفريق بيخسر الفريق بتعادل حطوا القصه شو انه موسى ما بده يجدد وموسى ما بده يلعب. جابوا لك، اجى لك واحد عواد بن قبرص، عاد عواد القبرصي صار يكتب ويالف وقاعد مباراه. فانا قلت لهم انا بالنسبه لي مستواي نفس ما هو، انتوا اللي نزلتوا مستواي، انا ما نزلت مستواي، انا كل مباراه حتى وانا على الدكه لما انزل على المباراه بنزل مستواي الحمد لله كويس، بقدم اللي علي وبطلع بسوي اللي علي، بس انتوا ما بتخلوني انا اسوي اللي انا بدي اياه، المدرب بده مني شغلات يعني ما بقدر يلزمني في الملعب بشيء معين، انا يعني لا انا جناح بدي اتحرك بدي اخذ راحتي في الملعب، فما بتقدر ما بتقدر انت كمدرب تلزمني بشغلات انا ما بدي اياها كلاعب. مفهوم مفهوم. فصار في كم من ضغط علي من قبل النادي، الجمهور ربنا الله يعني كان معي واحيانا مش معي، بس مشت الامور الحمد لله واخترت مرحله جديده بحياتي، وان شاء الله ان شاء الله راح اقدم فيها الشيء المطلوب مني ان شاء الله ان شاء الله. تمام. حديثك عن المرحله الجديده ببلجيكا، مدربك الحالي استلم فريق ميشلان البلجيكي سنه 2010 وكان موجود فيه عبد الله ديب، وكان بصلح معلوماتي اذا خطا، اول ما استلمه اخرج عبد الله ذيب المحترف. هل تكلمت مع عبد الله ذيب كابتن عبد الله ذيب؟ هل حكى لك عن حياه بلجيكيا؟ حكى لك عن تجربته؟ والله شوف انا هاي المعلومه ما بعرف، بس حكيت معه كلاعب، اني انا حكيت معه بس بعرفش انه كان بنفس النادي، هاي اول مره بسمعها، بس بعرف انه في بلجيكا كان. اما انا عشان هيك بحكي لك صلح لي، بس سنه 2010 اول ما اجى المدرب طلع عبد الله الكابتن عبد الله ذيب طلع من نادي ميشلان البلجيكي. انا والله آخر. ما مش نفس مش نفس النادي كابتن، مع نفس المدرب، مع نفس المدرب، مع نفس المدرب برضه ما بعرف. طيب شو هل تحدثت مع عبد الله ذيب الكابتن عبد الله ذيب قبل حكالي انه بلجيكا حلوه، يعني وسط اوروبا، بعديها تقدر تطلع اذا قدمت سنه يعني سنه كويسه بتقدر تطلع بعديها وين ما بدك، فبدك تشد حالك، الاجواء هناك حلوه، ماشي بارد شوي بس بدك تستحمل، الليفل تبعهم عالي كثير، فالواحد بده يقدم. يعني انا لما طلعت من أبويل طلعت على أساس إني جاهز، صح. لما جيت هون انصدمت، فأنا لسه ما بين وبين، مع إنه يعني لعبت معهم مباراتين، أنا جيت معهم هون وهم شغالين في المباريات القوية مع أندرلخت ومع بروج، والمباراة الجاي المباراة الجاي عندنا مع الفريق الثاني هون نسيت اسمه والله، الفريق قوي كمان لوج، مع لوج. فأنا ببلش معهم بالأفريق القوية، كل مباراة بنزل بقدم إشي، يعني بقدم بصنع بعمل وبسوي الحمد لله رب العالمين. فخلال أنا صار لي 3 أسابيع، الثلاث أسابيع هذول صدقاً أنا تغيرت، يعني أنا صرت أشوف حالي عم بعطي إشي، يعني بعطي إشي في الملعب كبير، بدافع بهاجم وبدافع بنفس الوقت بنفس المستوى، ماشي إنه أنا ضايل عندي شوية إنه لازم الأكسجين عندي شوية تحسن، بس لا بالعكس إنه الموضوع كثير تحسن عندي. على كل حال كابتن، انا بصراحه اليوم اشتركت باي بي تي في عشان اشوفك، لانه ما عندناش دوري بلجيكي بمنطقتنا، فيش مجال. هذا فخر الي. عظيم، اليوم اشتركنا فيه عشان لو كانت عشان نعرف نشوفك. والله شوفه فخر الي، يعني اني لما اشوف يعني مثلا استاذ زيك كبير بتابعني، هذا شيء يصدقني كل الاردنيين مثلي ان شاء الله. شو هدفك الفردي بالنسبه لك في بلجيكا؟ يعني اعتقد الجميع فاهم انك رحت على بلجيكا ان شاء الله السنه سنتين ونشوفك في الدوريات الاكبر، لانك تستاهل تكون هناك ايضا. يعني هدفك يعني الفردي انت شو؟ يعني انا بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله
بإذن الله حاط يعني راسم بمخيلتي بإذن الله سنة سنة ونص كثيرة سنتين وبطلع إن شاء الله. فأنا إن شاء الله إن شاء الله أول إشي بدي أعمله، أول إشي هذا حاطه هدف بحياتي أو هدف من أهم أهدافي في بلجيكا، إني أحسن الجوانب اللي أنا فقدتها بأبوين من ناحية البدنية، من ناحية النفس، من هاي النواحي. يعني صدقا أنا هسا اللي بهمني هسا بالمرحلة هاي اللي بهمني إني أحسن حالي بالجوانب اللي أنا ناقصتني كدفاعيا عشان لما أنتقل أطلع وأنا جاهز. فبهمني إني أقدم، بهمني إني أقدم مستوى كويس وأكون من أفضل لاعبين بلجيكا. وبنفس الوقت لو لا سمح الله، مع إنه هذا الإشي مش ببالي، لو ما أخذت مثلا، لو ما كنت من أفضل لاعبين بلجيكا لا سمح الله، فالهدف الأول بالنسبة لي إني أحسن وأطور حالي من النواحي اللي أنا فقدها عشان إن شاء الله لما أطلع وأنا جاهز إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله مقابلك في النقل الأخرى الكبرى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بالنسبة للنقل الأخرى بحب أسألك، ملاك ناديك هم نفسهم ملاك مانشستر ليستر سيتي، نادي ليستر سيتي، هل هي فرصة للوصول للدوري الإنجليزي؟ أنا بلعب مع لاعبين هون من ليستر سيتي جايين إعارة تقريبا مع 3-4 لاعبين، وفي مدرب اللياقة هون، مدرب اللياقة هون برضو من ليستر سيتي هلكني كل يوم تمرين. فكرك في الدوري الإنجليزي هذا والله. أنا هون يعني الحمد لله، يعني الحمد لله ولله الحمد، المدرب اللياقة حكى لي إنه هون أنت بتركض نفس مستوى لاعبين الدوري الإنجليزي ما شاء الله، ما شاء مستوى الله. الركض يعني لما أجي ألعب مباراة ويطلع الجي بي أس بيحكي لي إنه مستوى الركض عندك نفس يعني تقريبا يعني بركض بالشوطين 12-13 كيلو تقريبا. ما شاء الله ممتاز. هل تتوقع إنه مرحلتك الجاي ممكن تكون الدوري الإنجليزي؟ والله شوف يعني هو مش إشي صعب، بس كلاعب أردني تعرف الأردن ترتيبه 98، فالموضوع إنه أنا كلاعب أردني عادي يعني إن شاء الله، وبروح وإن شاء الله بقدم كمان إشي كويس كمان، بس إنه تصنيف المنتخب في شغلات كثيرة يعني طبعاً بتكون واقف بوجهك، خصوصاً مشان تصريح العمل للي مش فاهمين يعني مسألة، وتصريح العمل صعب كمان. طيب في تصريح سابق كابتن موسى للمدرب يوركرمانز اللي هو مدربنا، أوصف كان يحكي فيه بتعتقد شهر 3 الماضي أو 2 الماضي إني أنا أوصيت الأندية البلجيكية يتعاقدوا مع موسى التعمل، هل هذه التوصية هي اللي خدمت الانتقال ولا هو بس استشرته أنت قبل الانتقال؟ والله يعني هو كمدرب ربنا الله يعني هو بوقف مع اللاعبين، يعني مش بس معاي أنا، لا مع لاعبين المنتخب بشكل عام. يعني أنا هون مثلا وأنا ببلجيكا تقريبا بعد كل مباراة بحكي معي بفهمني وبقول لي كذا 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 كذا. فالموضوع كمدرب ربنا الله بيساعد الواحد. جميل. وبكون يعني بكون معك بصفك، يعني إذا ناقصك إشي بيساعدك، ولما عرف إنه في عندي نادي من بلجيكا برضو ساعدني ربنا الله. ساعدك بالاختيار الفريق تحديدا ولا باختيار الدوري البلجيكي؟ باختيار الدوري البلجيكي أكيد، لأنه الدوري البلجيكي يعني زي ما تعرف مستوى عالي، فأنت عارف الدوري هون يعني ليفل عالي، فأكيد حستفيد أكثر من الدوريات اللي كان متقدمة إلي. كابتن قبل كم من يوم عملنا تقرير عن كيف يتواصل لاعبي كرة القدم، عملنا وثائق وتحقيق عن الموضوع كيف يتواصل لاعبي كرة القدم رغم اختلاف اللغات. مدرب فريقك الحالي السيد مارك برايس قاعد عدة سنين بالوطن العربي خصوصاً بالكويت، ومساعد الفريق عندك جنسيته مغربية، هل هذا الشيء بيساعدك ببلجيكا أنك تتعامل مع الطاقم التدريبي وتوصل لهم وباقي اللاعبين؟ أكيد هذا الشيء بيساعدني، يعني كمدرب الكابتن عصام مثلاً المغربي بيحكي مثلاً إذا ما فهمت إشي بالتمرين بيشرح لي إياه بالعربي، فهذا الشيء مهم بالنسبة إلي. أكيد لاعب مثلا بحاجه انه يكون في واحد معه يفهمه يشرح له اذا ما فهم التمرين، يعني انا مش كثير بالانجليزي بس بمشي حالي، يعني بقعد بفهم مع المدرب بحكي انا وياه متواصل انا وياه عادي يعني بشكل طبيعي، بس في شغلات لا بدي مثلا انه حدا يترجم لي.
طيب بالنسبة لباقي اللاعبين، مثلا انت ما شاء الله حظك حلو طلع في مساعد مدرب عربي، باقي اللاعبين اللي قادم من ليتوانيا اللي قادم، كيف بيحكوا مع بعض؟ مثلا زي ابويل في مترجم للبرازيليين اللي عندنا، لانه ما بيفهموا انجليزي، في مترجم للبرازيليين اللي عندنا. في ناس مثلا في ابويل مره جابوا استاذ انجليزي يعلم اللاعبين، فاحيانا مرة ولا بشكل عام؟ لا هو بشكل عام بيجيبوا مثلا بيكمل معهم، يعني بيعطوهم الدروس. انت ابويل كيف كنت تتواصل اذا ما؟ أنا السنة الأولى والله العظيم السنة الأولى ما كنتش بالفورم زي ما بيحكوها، ما كنتش أفهم شيء بالإنجليزي، بس شوي شوي جابوا لي أستاذ إنجليزي وطفش مني، جذبته جذبته، بعدين صرت أتعلم لحالي، يعني صرت أحكي مع أصحابي بالملعب، يعني أحكي معهم، أخبص 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 وعادي بعد ما تعلمت. لما تعلمت الحمد لله ممتاز ما شاء الله. خلينا ناخذك كابتن موسى على المنتخب، يعني شوف انا يعني احنا كلنا بنشجع الاردن من اول ما ولدنا، بس بصراحه خسارتنا امام فيتنام يعني حزت بنفسنا ربما اكثر من اي وحده سابقه، يعني ربما اكثر حتى من مباراه اليابان اللي قلبوا فيها المرمى. صحيح كان في طموح، شفنا فريق قوي جدا في الدور الاول، قلنا والله في امل تزبط معنا، شو مالها نصير اليوناني الثاني يعني ونجيب اللقب. بعدين صار شيء غلط في فيتنام، ما لعبناش، جبنا جول ما لعبنا، شو اللي صار؟ هل كان في ارهاق؟ في ناس بتقول استعلاء. هو مش استعلاء، بالعكس احنا كنا فايتين المباراه بهمه عاليه، احنا حابين نفوز وحابين، يعني احنا وصلنا مرحله فزنا على استراليا، فزنا على سوريا، تعادلنا مع فلسطين وفتنا على فيتنام، خلص يعني ان شاء الله بدنا ناخذهم ونفوت بعديها، نفوت بعديها على المرحله اللي بعديها برضه نفوز. وصدقني بتعرف لو فزنا على فيتنام كنا حنجيب اللقب، اللقب كان لنا والله العظيم. انا كان عندي هذا الشعور، انا كنت مجنون، قاعد الناس تحكي عني مجنون، بس كان عندي شعور انه لو غلبناهم حنكمل. لو فزنا على فيتنام كان خلص اللقب لنا. بس يعني مثلا ليفربول قبل كم من يوم خسر 7، صحيح في 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 لحظات خلص تعرف ايش بيصير معك، ما بتعرف ايش بيصير معك. هو يعني صراحه هو لحد هسه كل واحد اردني بتحصل على هاي اللحظه، تعرف شو مشكلتك؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما بتنعاد ان شاء الله ان شاء الله. بدي اسالك عن حظوظ منتخبنا تصفيات اسيا المؤهله لكاس عام 2022، هل شايف المباراه الكويت بالكويت هي حتكون الحاسمه، وشو حظوظنا برايك؟ مباراتنا مع الكويت اكيد هي حتكون حاسمه لانه نفس النقاط، فاذا ان شاء الله احنا بنفوز عليهم ان شاء الله. بس مع وقفه المنتخب ووقفه التمارين وشايف الوضع بالاردن، مره اسبوع بوقفوا، اسبوعين بيلعبوا، اسبوعين بيلعبوا، اسبوع بوقفوا، فالوضع مش مبين. يعني هسه كويس انه في منتخب اسبوع الشهر الجاي بتلعب مباراتين مع سوريا والعراق، تعرف فيه هسه كيف مستوى المنتخب، فالوضع عن جد يعني لازم يتحسن عشان نقدر نلعب المرحله الجايه. يعني عندنا مباراتين، مباراه مع سوريا، مباراه مع الكويت، وبعديها مع استراليا، يعني فيش فيها مجال للمزح، بدك تلعب، بدك تروح تلعب، بدك تروح تفوز. بعدين الكويت قاعد بجهز من هسه لهي المباراه لنا. صحيح، فالواحد بده يكون فاهم وصاحي لهي المباراه. متفائل ولا متشائم؟ والله انا بالنسبه لي لا، متفائل، متفائل ان شاء الله. انه مثلا ك ك ك كواحد بحب منتخبه، بحب بلده، بحب انه يفرح شعبه، اكيد بده يعمل كل شيء. يعني انا مثلا قبل مباراتنا مع استراليا وانا في ابويل صرت اشتغل تمرين تمرينين، يعني اشتغل صبح ومساء، نسيت ابويل وصرت اشتغل عشان المنتخب، عشان المنتخب، عشان اروح. فان شاء الله ان شاء الله بنقدم مستوى اللي مطلوب منا بمباراه الكويت، وان شاء الله بناخذها وبنفوز، وبنروح على استراليا برضه بناخذها بنفوز ونتاهل ان شاء الله. ان شاء الله. عندي سؤال بدي ادمجه، يعني هم سؤالين بواحد. الان لعيبه المنتخب الموجودين هلا، هل شايف انه كجوده لاعبين، قدرات لاعبين مناسبين يحققوا الاحلام اللي ما تحققت في حياتها اصلا، يعني نروح بعيد كثير بكاس اسيا، وهل انت أكيد. شايف انه ممكن يكون جيلك ان شاء الله الجيل اللي يوصلنا كأس العالم ولو مره، خصوصا انه حيصيروا 48 منتخب لقدام، يعني
لأنه لا ان شاء الله ان شاء الله حنوصلوا بالجيل هذا. يعني عندك ان شاء الله زي الكابتن عامر شفيع، عندك ياسين بخيت، يوسف الرواشد، انس بن ياسين، بهاء، حمزة الدردور، فعندك اسماء عن جد، اسماء لما تيجي تلعب قدامها اسماء بتخوف. فهذا الاشي، هذا الاشي لحاله بيعطي قيمة، انه لما تيجي تلعب معهم انت مثلا، انا كلاعب صغير عمري مثلا 23 سنة، عم بلعب مع عامر شفيع، عم بلعب مع حمزة الدردور، عم بلعب مع بهاء، عم بلعب مع يوسف، مع انس بن ياسين، فهذا اشي لحاله بيعطيني حافز اني انا اقدم مستوى المطلوب مني عشان نرفع بعض. فاحنا كلياتنا فريق واحد، كلنا فريق واحد، ان شاء الله بهمتهم وبهمتنا نوصل للي بدنا اياه ان شاء الله. كابتن موسى، خلينا نحكي بس سؤال سريع. في كنت قبل فترة أتكلم مع ناس وكلاء أعمال بصراحة موجودين في قبرص وموجودين في تركيا وأردنيين، فعملوا لي لبس إنه مين وكيل أعمالك، هذا أولا. والشيء الثاني، طلعت أخبار إنك رايح على ألميريا وراي على أولمبياكوس وراي على النصر السعودي مع بعض، جاوبني شو فيهم صح من هالأخبار ومين وكيل أعمالك حاليا؟ كلهم صح. كلهم صح. كلهم صح. هاي اختصرت لك الجواب. الأندية الثلاثة اهتموا فيك. ألميريا النادي رفضه، أبوين رفضه، أولمبياكوس كان مقدم عرض بعديها بطل مقدم عرض، ما بعرف شو الخلاف. ووكيل أعمالي الدكتور حسان البطاينة. والنصر السعودي اهتم، تواصل. في عندي أكثر من عرض خليجي، وأنا كثير رفضت. يعني أنا يعني مثلا في عندي النصر، اتحاد، يعني في 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 تقريبا انديه كبيره بالسعوديه يعني كانوا مقدمين عروض لي، بس انا كنت حاب، انا حكيت لهم اياها، يعني قلت لهم انا حاب اني العب معكم، بس انا حاليا انا مركز على اوروبا. جميل. كابتن، غير الميريا واولمبياكوس في عندي اوروبيه ثانيه ببالك قدمت عروض السنه هاي؟ لا، السنه الاولى، اول سنه لعبتها مع ابويل كان في عروض. في أندية ثاني غير ألميريا وأولمبياكوس ببالك؟ في أشياء بنسمع، عشان سمعنا زي ما حكى الأستاذ محمد عواد، سمعنا كثير، سمعنا إيطاليا، سمعنا عندي دوري إيطالي درجة ممتازة، طلعت إشاء، طلعت شغلة روما بعد سنة بتذكر، وفيورنتينا. أنا لحقت فيورنتينا، هي وفيورنتينا هي أول سنة. وهذه حقيقة؟ آه. والنادر أبويل اللي عطل الموضوع. هسا أبويل شو اللي صار معه؟ أبويل او ابويل لما اجى يتعاقد معي بالاردن كان طالب مبلغ، وانا قلت له لا ما بدي، وكان بعديها قال لي 4 سنين، قلت له لا بدي 3 سنين، انا اكثر من 3 ما بوقع. كلام من هون كلام من هون، قلت لهم خلاص بديش اوقع. هسه هم قالوا لاعب اردني واول مره، واول مره يعني بنعرف، يعني هم بيعرفوش صدقا، ما بيعرفوا الاردن، مش عارف شو القصه، مش عارف. فقلت له لا انا بدي 3. فهو كان خايف من شو؟ انه ما اكون مثل المستوى المطلوب. فقال لي خلص ماشي 3 سنين، ووافق على المبلغ اللي انا طلبته منه. رحت لعبت معهم اول سنه هناك، تفاجأ، انصدم، قال شو هذا اللي انا جايبه؟ قال شو هذا اللي انا جايبه؟ صار بده يوقع معي 2 و3. فلما اجوا الانديه زي روما وفيورنتينا صار يطلب قديش؟ 13 مليون. طلب 10 مليون، 10 مليون أول مرة طلب 10 مليون. أيوة. فبقول يعني أنا حاب أطلع، هاي فرصة ما بتتعوض، يعني أنا حاب أطلع برضه. المهم السنة الثانية مع كورونا وشغلة هيك المستوى شوي نزل والتغى الدوري، والسنة الثالثة خلصت الموضوع، وهذا مش ضايل لي غير تقريبا 2 3 شهور، وصار بده يطلعني على أي نادي هسه. واه هاي القصة كلها. إن شاء الله معوضة، إن شاء الله معوضة. إن شاء الله إن شاء الله. بس هي كلها خير يعني، أكيد كلها خير. يعني جوز لو طلعت ما كان من نصيبي إني ألعب، بس الحمد لله هي جتني فرصة، إن شاء الله بإذن الله بتكون أحسن لقدام. إن شاء الله والجايات أكثر إن شاء الله يا كابتن. الله يسعدك يا رب. زي ما حكيت أنت أول المقابلة، علاقتك كانت جدا رائعة بالجمهور بقبرص. وحتى سمعنا جمهور أبويل لقوسيا عملوا لك أغنية، ومنهم اللي صار حاول يتحيط يحكي عربي ويكتب لك بالعربي عشان يأخذ الشير تبعك أو يتواصل معك. هسا الكابتن موسى التعمر بيلعب بدون جمهور وعشان موضوع الكورونا، فشو إيجابيات وسلبيات إنك تلعب بدون جمهور؟ حابين نسمعها من لاعب محترف في أوروبا.
هسا انا برجع بقول لك اياها، انا لو شو ما احكي لك عن جمهور ابويل صدقا ما بوصف لك اياهم، يعني اعطوني يعني إشي كبير بحياتي، يعني عملوا لي اغنيه في كل مباراه بيهتفوا لي وبيحبوني، يعني بيحبوني كثير، وحتى قبل كل مباراه مثلا بيشجعونا وبيعملوا اشياء كثير بالنسبه لنا احنا كلاعبين مثلا، بس انا كنت شوي مميز عندهم لانهم كانوا بيحبوني كثير، وكنت اعاملهم يعني معامله كويسه، يعني ما كنتش ازعل فيهم حدا. انت يعني هون، حتى هون في جمهور، يعني هون في تقريبا، هون لو ما في كورونا هون بكل مباراه بيجي تقريبا 20,000، 12 بين ال 15 وال 20,000، بس مع كورونا هسه بيجوا 2000 3 بس، هذا المسموح لهم، وهسه ما في جماهير عشان كورونا، فالوضع حتى كرة القدم تغيرت، بدون جمهور ما في طعم لكرة القدم. بس انت كلاعب كابتن موسى، انا مرة قرأت، بعرفش اذا المعلومة صحيحة، يعني قرأت دراسة عملت على لعيبة البيسبول بيقولوا بحسوا الوقت اطول في المباراة بدون جمهور. الوقت اطول والمباراة بتصير خلص هيك بتكاش تلعب، بس لما يكون في جمهور ويشوفوا الجمهور مثلا مستوى الفريق نزل شوي بيصير بده يصرخوا هيك، خلص تتحمس انت وبصير بدك تلعب وتعطي عشان ما تزعل الجمهور. يعني احنا مثلا في ابو هيل في مرتين خسرنا فيهم، اجوا كسروا فيهم السيارات عندنا. لا جمهور ابو هيل جمهور يعني بشوف له لقطات، يعني الله يعين منيحك خلص. طيب جمهور ابو هيل جمهور جنوني عن جد. شبهت نفسك برياض محرز كابتن موسى قبل فتره، كنت اقرا تصريح. والله شوفوا انا ما شبهت حالي برياض محرز، بس شو اللي صار؟ انا عشان مش كثير بتابع كره، فانا لما يسالوني هذا السؤال بتفاجئ، بصير اي لاعب بيطلع اي لاعب بيطلع لساني ما احكي اسمه، يعني لو يحكوا لي مثلا مين قدوتك ما بعرفش، خلاص اي حدا بيطلع لساني ما احكي اسمه، وعاد انا والله ما بعرف مين هو. وفعليا هاي انت اللي بتحكي لي الان معلومه صحيحه، انه لاعب كره القدم هو اقل واحد بيحضر كره قدم من كوبشان اللي ما عندوش وقت. انا بتابعش كره، بتابعش بالمره انا الشيء الوحيد اللي بتابعه مباراتي بس تخلص ثاني يوم بروح بحضرها، هاي هي الشيء الوحيد اللي بحضرها. واعتقد معظم اللاعبين بمروا بنفس التجربه صح، لانه اوفر كره قدم طول اليوم محاضرات ودروس وبعدين تيجي تلعب كثير. انا تقريبا هاي السنه الثالثه اللي ما بتابع فيها كره. اوروبا اخذتك من اللعبه. خلاص ما علينا بأوروبا، نتابع كمان أوروبا. 100%. كابتن موسى عندي سؤال، أنا كمتابع لك من 4 5 سنين، بدايتك شباب الأردن أنت كنت ظهير أيسر وانشهرت كظهير أيسر خارق، حتى تم استدعائك للمنتخب كظهير أيسر وأديت مع المنتخب كظهير أيسر أداء رائع. كيف كان التحول؟ شو متى عملية التحول هاي صارت؟ وعيد مين أنك صرت جناح يمين مهاجم؟ الحمد لله اني صرت جناح يمين. الحمد لله. لانه الموضوع لما تلعب انت ظهير بدك تكون ماخذ الخط كامل. كامل كامل، فانا صرت اتعب، صرت اشوف حالي هجومي اكثر، فانا رحت على المدرب، رحت على الكابتن جمال محمود، قلت له انا والله شايف حالي بنفع جناح اكثر من ظهير. وبعدها قال لي ماشي العب جناح، لعبت جناح كانه مع الفيصلي، وكانت نهائي الدرع وصنعت فيها جولين وسجلت جول تقريبا وبلنتي صحيح. وبعديها من يوم صرت العب جناح. فاختيارك الشخصي. اختياري انا الشخصي. هسه هون لا، في مباريات بلعب فيها ظهير. لما يلعب خمسه، لما يلعب في المباريات القويه بيلعب فيها خمسه. فانا بكون فيها ظهير وباخذ الخط كلياته، فانا هسه خلاص على اليمين ولا على اليسار؟ اليمين. على اليمين. على اليمين. ما هو لأنه لما تلعب أنت بخمسة، لما تكون تلعب خمسة وتهاجم بكون طرف، لما ندافع بكون ظهير. يعني يلا قربنا تهاجم، هيك زبطوا لك إياها تروح نشوفك بيوفنتوس بصير أشجعك. هي بخمسة لما بدك تهاجم بخمسة بتصير التشكيلة 3-5-2. صحيح. بالدفاع بتصير 5-3-2 أو 5-3 وإيش زي هيك. تمام كابتن موسى. طيب الآن نتكلم، يعني كنا هلا بمزح معك على يوفنتوس وهيك، هل شايف نفسك إن شاء الله بأول الأسابيع، يعني أنت تكلمت عن إنه عززت نقاط ضعف، بينت نقاط ضعف مختلفة في بلجيكا لأنه مستوى أعلى، التركيز ربما حتى بإعداد اللاعبين مختلف، هل شايف إنك ماشي على الخط الصح
للي بيحلم فيه كل أردني إنه يشوف لاعب أردني في الدوريات الخمس الكبرى. يعني شوف، أول شيء بلشت مرحلتي في قبرص، هسه بلجيكا، بلجيكا الثامن على أوروبا. الأيام الجاي إن شاء الله حكون بين الخمسة الدوريات الكبرى، بس لازم السنة هاي، لازم السنة هاي أشتغل صح وأشتغل على الأشياء اللي بتنقصني. يعني حتى اليوم بعد التمرين رحت على المدرب اللياقة وقلت له سوي لي برنامج مثلا كذا كذا، أنا بحاجة إله. فقال لي إن شاء الله بعمل لك إياه. في يعني مثلا أنا بشتغل على هاي الأشياء، وإني أنا بدي أشتغل عليها عشان أطور من حالي وعشان كمان أتقدم. وأنا كمان في ناس وعدهم إن شاء الله إنه ما أقعدش سنة ونص هون. إن شاء الله إن شاء الله تنجح هون ونشوفك في دوري أكبر قريبا إن شاء الله. لأنه الناس هاي اللي أنا وعدهم والله غاليين علينا. مين؟ على هاي مين؟ مين يا زلمة؟ يا جدتنا يا كابتن. مخبي عنا الأهداف ومخبي عنا مين ويا كابتن موسى. مين هسه هو بيسمعني؟ بس أجله قاعد بالمقابلة. كابتن بدي أسألك، أنت صحبة ولعب دور الأردني وصحبة ملاعيب أردنية كثير، لاعب الأردني اللي بيلعب الدور الأردني وبيلعب بالمنتخب بشكل عام، مش عم بحكي عن موسى التعمري اللي طلع أوروبا، لاعبنا الأردني، شو الصعبات أو الصعوبات اللي بتواجهه كلاعب؟ هل هي صعوبات مالية إعلامية ما في تغطية إعلامية كفاية؟ هل هي رياضية ما بتلقى مستوى من الاهتمام الرياضي أو تدريبات زي اللي بتأخذها حضرتك بأوروبا؟ هل هي صعوبات مالية مادية إعلامية؟ في يعني في أكثر من شغلة. يعني أولها التدريبات تختلف، و يعني في مستوى كبير تبع التدريبات اللي هون. يعني عن جد، يعني لما تيجي تدرب مثلا ساعتين تعطيهم الساعتين حقهم، ساعتين وبتركض فيهم يعني كأنك بتلعب مباراة. طب وبالأردن ساعتين هدول تمرينات قصدك أقل مستوى صعوبة ولا هل ما تكون فيها جدية؟ ممكن، لا مش جدية، بس ممكن تكون أقل. بس هون يعني أنت هون تقريبا، يعني هون في مستوى عالي بالتدريبات، وفي أشياء أنا أول مرة أشوفها هون. جميل. طبعا بلجيكا من أهم يعني من أهم الدول الآن لصناعة المواهب. يعني بما أنك كنت رايح على ألميريا، وإن شاء الله نشوفك بألميريا قريبا، يعني لأنه في سنتين زمن نشوفك بالدرجة الأولى هناك. كانت الفكرة عندهم إنه أصلا اللي بيأسس فلسفة كرة القدم هناك شركة بلجيكية. والله. اسمها دبل باس، شركة بلجيكية، يعني عم تشتغل معهم لفكر زرع فلسفة لكرة القدم. يعني البلجيك كثير متقدمين ودائما نتمنى لك. طيب بدي أسألك سؤال موسى، يعني ألوم نفسي فيه أنا شخصيا، يعني أنا من الناس اللي مقصرين معك، خليني أعتبرها الدعم الشعبي إلك كبير جدا. ما فيش أردني بحكي معاه بكرة القدم ومنجيب سيرة لاعب أردني إلا يقول لي موسى التعمل صراحة. بس إعلاميا شاعر إنه إعلامنا عم بيدعمك؟ خليني معلش خليني أشبه، يعني مثلا محمد صلاح الله يوفقه، من أول يوم وصل في أوروبا، قبل ما يوصل يعني هلا خلص صار سوبر ستار، قبل ما يوصل ليفل هذا كان دائما الإعلام المصري معطيه حقه في كل مباراة، في كل كذا، يلعب ببازل يجيب جول بفريق ما سمعناش فيه بسويسرا يكتبوا عنه، في كل لقطة كان وراه. هل تشعر إعلامنا بيعمل هذا الشيء معك ولا لا بصراحة؟ يعني شوف، الجمهور الأردني محبته بقلبي كبيرة، لأنه أحكي لك شغلة، الجمهور هو اللي عوضنا عن الإعلام. وإذا إذا 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 الناس والعالم عرفتني من وراء الجمهور مش من وراء الإعلام الأردني. صحيح صحيح صحيح. أنا أول فيديو وصلني إلى يعني كنت بداياتك، أول فيديو وصلني إلك من شاب على الفيسبوك كان مجمع لك إياه. يعني مثلا والله يعني بجوز تنصدم، يعني قبل كل مباراة هون في بلجيكا بتلاقي كل الجمهور الأردني، يعني موسى شد حالك يلا العب ارفع راسنا وإلى آخره. وحتى بعد المباراة مثلا بشوفوا علي إشي غلط، موسى حسن هاي بتلاقيهم عايشين معي جميل. لحظة يعني بكفي إنه عم بيتابع مبارياتي. فهذا إشي، يعني هذا إشي شو ما أحكي لك عنه، هذا إشي ما بقدر أوصف حقه للجمهور الأردني من صغيرهم لكبيرهم. فهذا إشي بالنسبة إلي يعني إشي كبير 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 بالنسبة إلي، إني أنا أشوف الجمهور الأردني عم بيتابعني وعم بيفتخر فيني وعم بيرفع اسمي بالدول. يعني شوف مثلا زي ما أنت تفضلت محمد صلاح، مين رفع محمد صلاح غير الإعلام؟
في البدايه طبعا ده ساعده، لانه بالاخير نزل مستواه لفتره، اكيد ولولا الاعلام ما صبره كان ممكن يدخل اكيد. المشاكل. الاعلام، الاعلام بيعمل كل شيء، كل شيء كل شيء كل شيء بيعمل. فاحنا بالاردن نادر ما تلاقي هذا الشيء، مش نادر، ما بتلاقي هذا الشيء الا وقت مثلا احترفت او ما احترفت. اذا احترفت بيبعتوا لك بدهم يسووا معك مقابله، واذا ما احترفت بنسوق. بس طبعا مش الكل يعني، الا من رحم ربي يعني. والله في ناس بالعكس والله ما قصروا معي، مثلا الفراس الجمل، ليث الشعوب، يعني في كثير ناس ما قصروا معي والله. بس هذا مش اعلام رسمي رسمي يعني، الاعلام الحقيقي اللي هو الصحف، لا هذا كان لا عنده مش يعني. انا بصراحه بعرفش القى اخبارك يعني، اكون صريح معك يعني، انا لما احاول اتابع اخبارك انبسطت انك عملت تويتر واتابعك على تويتر، عشان انا بتويتر عايش اكثر من الاماكن الاخرى مظبوط. يعني في الاخبار. شوف احكي لك شغله، الاعلام بالاردن مش همه يدعم ابن البلد، ما يعني مش همه انه يدعم ابن البلد ويشوفه عن جد يعني. هاي 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 هذا هذا شيء، هذا شيء سلبي يعني. مثلا انت كلاعب اردني مثلا بتشوف حواليك كلاعبين عرب تلاقي الكل بدعمهم، بس انت مثلا كلاعب اردني، وهي الحمد لله لاعب اردني وناجح يعني، الحمد يعني لله. بالعكسهم لازم يكونوا مبسوطين. فهذا الشيء، هذا الشيء بيرفع من قيمتهم ومن قيمتي يعني. انا مثلا لما اشوفهم هم بتواصلوا معي والى اخره، اكيد انا حكون مبسوط يعني. انا مش حزعل اذا هم يعني تواصلوا معي وسووا معي مثلا مقابله او الى اخره. ماشي ممكن انا اكون في ظروف انه ما بتسمح لي اعمل مقابله، بس بالعكس انت تلفونك، ترفع تلفونك وتحكي بدي اعمل معك مقابله، هاي الحاله بتكفيني. صحيح كابتن موسى. فهذا فالاعلام بالاردن مش همه انه يدعم اللاعب، مش انا بس، بالعكس كل لاعبة المنتخب يعني. حتى مثلا لما تشوف لاعب المنتخب مثلا طلع على دوري خليجي خلاص يعني ما في عندهم يا اخي ادعم هاللاعب، شو بدك فيه؟ ياسين ادعم. البخيت عندنا هون في يعني في الامارات عم بتألق، ودائما عم واحد من اطول المحترفين عمرا في الدوري، ما بتحسش في ذلك التقدير لهذا اللاعب اللي قدر يصمد هالسنين الطويله في دوريات معروف عنها بتغير محترفين كل سنه يعني. شوف يعني مثلا زي يوسف الرواجدي، بهاء فيصل، أنس بن ياسين، ومين كمان برا يعني ياسين، وياسين البخيت طبعا. ياسين مثلا البخيت هذول الأربعة اللي برا مثلا قاعدين بيلعبوا بيقدموا مستويات حلوة تمام، بتشوف أخبارهم من الجمهور، من الصفحات الأردنية، الصفحات من البيجات، من البيج مثلا، بيج أردني عامل لك منشن، غير هيك ما بتشوف إشي، إنه مثلا من صحف، من أخبار، ما بتشوف. حتى اعتقد قضية عامر شفيع الأخيرة اللي صارت في السعودية ما كان في ذلك التغطية مظبوط والتوضيح مظبوط للأزمة يعني، حتى أسيء فهمها لفترة. للأسف إن شاء الله معوضين بالجمهور يعني. الشعب الأردني من أحسن الناس موجودين في السوشيال ميديا، معروفين يعني بمجال الإعلام الرقمي، هم رائدين، فبعوضونا إن شاء الله، عوضوك والله الجمهور. والله الجمهور يعني شو ما تحكي عنه والله أنت بتكون مقصر بحقه يعني. أنا لو بصح لي والله بجتمع فيهم كليا، لانه عن جد يعني جمهور خرافي. الله يسعدك يا كابتن. كابتن معك حق على لسه كنت بدي احكيها واخذتها عن طرف لساني. فعليا انا اخبار الدوري الاردني واخبار لعيبنا الاردنيين ومين تقل ومين اجى ومين صاعد، انا بعرف عن طريق الشباب اصحابي يعني. كنا نحكي مع بعض شو صار هذا، والله والده وقع اتفاقيه مع، لا اعلام ولا شيء، بين بعض حكي. ما في اعلام، مع انه في والله في شاب بيضلوا يبعت لي، بساكن بكندا اسمه أحمد، اسمه في شاب اسمه أحمد بكندا يعني. هذا الزلمة مثلا، هذا الزلمة والله يعني شو ما أحكي لك عنه، أنا يعني مثلا تعرفت عليه جديد، بتابعني أول يعني. لو نزلوا خبر في بلجيكا بكون أول واحد شايفه يبعت لي إياه، لو خبر في قبرص بنزل لي إياه، بقول لي يعني بيتابعني بشكل مش طبيعي. طب مثلا زي هذا الزلم، وهو يعني زلم ما شاء الله يعني شوي كبير بالعمر يعني، زي هذا الزلم شو بدك يعني، شو بدك تحكي له، شو بدك تقدم له يعني؟ هذا عن جد بنحط على الراس يعني. مثلا زلم زي هذا عن جد، لو أوريك بس محادثة له، لو أوريك بس محادثة واحدة له لتشوف عن جد، لا تنصدم. كابتن موسى بدي أسألك سؤال، إذا أنت ما كنتش لاعب شو ممكن كنت تكون؟ يعني لو إذا موسى التعمري ما كان لاعب كرة قدم، بتعملش فيه زي اللعيب بصير يقول لك بكون مجرم. جاوب عادي. هذا والله
على طرف لساني. لا لا لا, لا شوف انا كان مش انا كان انا من الاشي اللي فاقده هسه والاشي اللي حاب ارجع له اني ادرس طلاب بمسجد القرآن، هذا الاشي اللي فاقده. يعني انا مثلا لو يصح لي هون في بلجيكا مسجد واني ادرس طلاب بدرس طلاب. فانا لو ما كنت لاعب كنت بكمل مشواري. انا قبل ما اكون يعني وانا لاعب كنت ادرس طلاب قران، فانا لو ما كنت لاعب بكمل بهذا المشوار. هذا المشوار هذا 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 المجال بالذات لو يصير عمري ان شاء الله مليون سنه حرجع له. فهذا المجال كثير له جانب خاص بحياتي ان شاء الله. الله يجزيك الخير. اخر سؤال وانا طولنا عليك واحنا عارفين طلع من التدريب بتقول شو جابني هون. انا الله يسامحك. طيب كثير بوصل مسجات من شباب أردنيين صغار 17 سنة 18 سنة، هم بحسوا حالهم لعيبة أو ممكن يلعبوا بعندي، يعني في منهم بتواصلوا معي بيلعبوا بنادي الوحدات نادي الفيصل، دائما سؤالهم كيف بدي أروح على أوروبا؟ هل في طريقة تخلي أوروبا تشوفهم ولا لازم يستنوا يمثلوا بأنهم بالأردن لازم يمثلوا المنتخب أول؟ هسه شوف أكيد المنتخب يفتح لهم مجال كبير، بعدين يعني هو كلاعب صغير تعرف يعني بده أساسيات. يعني مثلاً أنا هون مثلاً اليوم مثلاً محلي بحكي مثلاً أنا لو إني بلشت في أوروبا من أنا صغير كانت أسست صح. صحيح. ولما كبرت كان مثلاً مستواي كان أحسن بكثير. تمام؟ فأكيد أي لاعب بده يحترف في أوروبا، أي لاعب بده يحترف في أوروبا بده يكون جاهز للضغط اللي بده يتحمل. يعني أنت مثلاً بتلعب مباراة، صدقني مثلا مباراتنا مع بروج الماضيه هجمه بهجمه 90 دقيقه ضغط، 90 دقيقه ضغط. طب مين بيستحمل 90 دقيقه ضغط من بالاردن؟ فبده يكون مؤسس حاله على هذا المبدا، على هذا المبدا. يعني ماشي انا بدي اوصل على اوروبا والعب، بدك توصل على اوروبا وتلعب، ولا بدك تروح على نادي اوروبي يحكوا انه انت اسمك والله انا اللاعب الفلاني بلعب في اوروبا، طب وين تلعب ولا بس قاعد على الدكه؟ ماشي بدك تروح تثبت حالك وتلعب. عشان هيك اي لاعب بفكر انه يطلع ويحترف بده يطلع ويحترف على نادي ياسس حاله ويطور حاله فيه عشان يتقدم خطوه بخطوه. بعدين المجال مفتوح للشباب الصغار، وانه ان شاء الله لما هيك يكبر شوي راح يطلعوا ويحترفوا، بس بدهم دعم وبدهم فيش عندنا كشافين. نادر ما تلاقي كشافين، بس انه بدهم تاسيس من حالهم انهم يشتغلوا، ما يعتمدوا بس على تمارين النادي. تمارين النادي ما بتكفي وما بتوفي تمارين النادي، لازم يشتغلوا اكسترا، لازم يكون عندهم تمارين اضافيه. ما يعتمدوا بس على تمارين النادي، والله اني خلصت تمرين النادي وبعديها خلص بروح على البيت معي 6 7 8 ساعات قاعد اوف ما عندي ولا شيء. لا، لازم يشتغل على حاله، لازم يطور حاله، لازم يشوف الأشياء اللي بتنقصه ويطور من حاله أكثر وأكثر، لأنه هون أساسيات إنك تكون لاعب، أساسيات إنك تكون لاعب هون في أوروبا. يعني أنا شفتها بعيوني إنه مثلا هنا فزنا تعادلنا مع أندرلخت وفزنا على بروج، اليوم المدرب بهدلنا إنه فزنا على فريق مثلا متصدر الدوري والتاني. فكيف إنه اليوم كيف إنه مبارح ثاني يوم بعد المباراة كيف انه احنا مش قادرين نتمرن، قوم اتمرن. انا اكتشفت انه يعني الواحد بده يستحمل الوجع والالم والتعب، عشان يوصل لحلمه بده يستحمل كل شيء. ماشي ممكن تمر عليك فتره انك ما بتلعب الى اخره، بس بدك تستحمل، بدك تتطور. مثلا انا اليوم كان عندنا تمرينين، التمرين الاول قدمته كويس، التمرين الثاني نص ما قدمتش كثير كويس، فرحت عوضته بعد ما خلصت تمرين، رحت تمرن جيم، وخلصت وهيني قاعد معكم. فيعني أنا رضيت عن حالي. طبعاً رحت تمرن جيم بعد ما في واحد حكى معي وفهمني الأمور. يعني هي التحمل وإنك تتعب، أنت شايف هيك لازم الناس تتحمل ولازم تتعب، بدك تتعب. يعني أنا كل يوم بتمرن كويس بحكي لحالي لسه بدك كمان. بعدين الوزن، يعني أنا كنت بأبويل وزني 70، أنا أجيت هون المدرب بدي أنا أنزل 2 كيلو 3 كيلو.
فهذا إشي كمان مهم للاعب إنه يحافظ على وزنه، يحافظ على لياقته وسرعته في الملعب. إن شاء الله توصل اللي بدك إياه. أهم إشي العقلية، إذا كانت العقلية عندك كويسة، وإذا كانت إذا كان فكرك موجود، وإذا كان حاب إنك توصل للإشي اللي أنت بدك إياه بتوصل، وإذا ما بدك إذا أنت حاب تطلع وبس ينحكى عنك إنه أنت في أوروبا فبتروح على أوروبا، بتقعد بأي نادي، بتأخذ راتبك بس ما بتلعب وعلى الفاضي، يعني ما مش هتستفيد إشي. المهم إنك تروح تقدم المستوى المطلوب. أتوقع النصيحة هاي مش بس لكرة القدم، أنا كمهندس بحس إنها مش بس لكرة القدم اللي بتحكيه، بنطبق حتى على أي شغل فعلياً. في ناس تطلع تحترف برا وتشتغل برا بس فعلياً مش عم يتعبوا حالهم، عقليتهم غير. فأتوقع اللي بتحكيه أنت العقلية اللي بتحكي فيها بتصبط مش بس لكرة القدم، لجميع المهن. صحيح كلامك. يعني مثلاً هنا قبل كل مباراة بيبعثوا لنا فيديوهات مين الفريق اللي قدامنا، اللاعب اللي قدامنا، بعد كل مباراة بيبعثوا لي الأكشن اللي أنا سويته مثلاً في المباراة، الأشياء الكويسة واللي مش كويسة تتعلمها. وبعد كل مباراة عندك 4 أيام كل يوم تمرينين، تصحى على الساعة 6 تروح على الساعة 6، فأنت بتحكي عن إشي يعني عن مستوى كبير، فبدك تتحمل هذا الإشي، بدك تتحمل الجهد اللي أنت فيه. بعدين مدامك اخترت هذا الطريق ما في رجع عنه. صحيح. هذا الطريق يعني زي ما تفضل أستاذ طارق، يعني هو اختار طريق الهندسة، يعني بنص الطريق بعد ما انت وصلت بدك تكره المجال اللي انت فيه، لعاد انت ليش اخترته اصلا؟ اذا بتكاش اياه خلص من الاول، بتكاش هذا الاشي انهي، ما تروح بعد ما تروح بدك تلعب وتشوف حالك مثلا على الدكه، تشوف حالك مش انت قاعد على الدكه لانك انت مش مقدم الاداء المطلوب منك لا بالتمرين وما بتعمل الاشياء الاضافيه المطلوبه منك. عشان هيك بدك تقدم الاشي المطلوب منك، ومش الاشي المطلوب منك الضعف بدك تقدمه، بدك توري المدرب انه انت عم بتسوي الاشي الكويس عشان تنزل تلعب، غير هيك ما في، لانه الحياه ما بتقبل قسمة اثنين. اختر الطريق بدك تكملها، ما بدك تكمل الطريق روح اقعد في البيت واستنى فرج ربنا عليك، لانه في كثير يعني في كثير ناس، يعني مش بس بمجال الكره، في كثير ناس مثلا بيستنوا انه ربنا يرزقهم. طيب ماشي ربنا برزقك، بس قوم اشتغل، قوم دور على شغل، قوم اجتهد، اجتهد حالك شوي عشان توصل للي بدك اياه. في ناس خلص بيستنوا خلص، لا ربنا الرزاق يا عمي، ربنا الرزاق بس خذ بالاسباب ان شاء الله. وربنا قال لك بده يرزقك وانت قاعد في البيت. لا طبعا السعي اهم شيء. السعي. كابتن موسى، رساله للشعب الاردني سواء بتابع كره قدم او لا، يعني بالنسبه لك كموسى لاعب منتخب بمثلنا في اوروبا، نسمع منك رساله اخيره. شوفوا أنا أول شيء يعني بوجه لهم رسالة إنه أول شيء مشكور كل شخص أردني بدعمني، وشكراً له من كل قلبي، وأنا بحكي له كمان إن شاء الله راح أرفع راسكم أكثر وأكثر، وبتمنى منكم تدعوا لنا وتكونوا معنا إن شاء الله بكل مرحلة بنكون فيها، لأنه أحياناً اللاعب يكون محتاج لهذا الإشي. وبتمنى من أي شخص لاعب أو مو لاعب إنه يهتم بحاله بصحته بصحة أهله بالوضع الحالي بالأردن، أنت شايف الوضع بالأردن مش كثير كويس، وبالتوفيق للجميع، وإن شاء الله بنشوفهم على خير وبركة، وإن شاء الله ربنا بديم الأمن والأمان والصحة على كل مواطن أردني إن شاء الله. شكرا كثير كابتن موسى على هذا الحوار، تشرفنا فيك جدا، وسعيد جدا أنك هتكون موجود معنا، وفخور للغاية في هذه المقابلة صراحة، يعني حضرني أحكي عنها للسنة لقدام. الله يسعد قلبك، والله أنا اللي فخور بوجودي معك كابتن موسى. كابتن شكرا كثير لحوارك، وانا فخور اني حكيت معك، وانا من اشد المعجبين لك، وحابب احكي لك الصراحه قد ما اجرت الشمال قويه ورائعه، بس عقليتك انا بالعكس، انا اليوم عقليتك اللي هي اللي بهرتني، ويعطيك الف عافيه والله يوفقك يا رب. احنا كل اردنيين، كل مشجعين اردنيين مبسوطين لك وبنشجعك، واحنا دائما معك. طبعا هذا شرف لي يعني اني بسمع هذا الكلام، وان شاء الله بعد هذا الكلام وبعد هاي المقابله ان شاء الله راح أفجر الدنيا إن شاء الله. أغلب لنا فيتنام بس المرة الجاية. المباراة إن شاء الله. الكويت. لا بقول له بنلعب معهم مرة ثانية بنغلبهم. يا أخي مش طبيعيين، قصيرين. شكرا كابتن موسى. شكرا لك. عراس. السلام عليكم.